امام الاستفزازات الكثيره للبوليزاريو ضد المغرب، انفاس براس خرجت للشارع وسولت المواطنين والشماء مع ان المغرب يمحي نهائيا هذه الجبهه تاع البوليزاريو. اجي نشوفوا واش قالوا المواطنين. واش مع ان المغرب يقضي نهائيا على البوليزاريو؟ حاجه طبيعيه، لكن انت مغربي فكر روح المغربيه راه غادي تبغي راه عدو، هذاك كيتعتبر عدو ديال البلاد ديال المغرب، يعني اي واحد العدو ديالك غتبغي تنحيه غتبغي تمحيه. وشنو رايك في هذه الاستفزازات تاع بوليزاريو للمغرب؟ ماشي معقوله، هذا يعني التطاول كيتسمى وتصارعات وبزاف ديال الحوايج. مع ان المغرب يقضي على البوليزاريو نهائيا؟ اه معقوله صاحبي، معقوله هذه. الانسان يبقى حنا ديما في المشاكل وفي الصداع وفي المفاوضات الخاويه. اللهم قطع الدبره تبرا، قطع الدبره تبرا نهائيا. كاين شي مشاكل المفاوضات ما يمكن كنتفاوضوا مع عصابه ديال الارهابيين، ما يمكنش. الاستفزازات اللي تيديروا البوليزاريو للمغرب، واش انت مع ان يقضي المغرب على البوليزاريو نهائيا؟ وانا كنتمنى كون كان باستطاعته يقضي على البوليزاريو، يقضي عليه تماما كاع، بلا تدخل مجلس امني، بلا تدخل امريكان، بلا تدخل اي حاجه. وهذا الشيء كنظن هو يعني انت بالنسبه لك هذا هو الحل اللي كاين؟ هذا هو الحل، حيت هذا الشيء طول بزاف فهمتي، وكنتمناو يكون خير ان شاء الله. شنو رايك؟ انا هذا الشيء في النزاع ديال مع المغرب مع البوليزاريو، انا كنفضل المغرب يمحيهم من العرض ديالنا. وكنت يعني انت مع انه يقضي عليهم نهائيا؟ نعم انا مع نفضوا كاع مع هذا النزاع بمره، باش ما بقاش كل مره بوليزاريو وكل مره بوليزاريو. اللهم نفضوا معهم بمره ونتهناو، وديما الصحراء مغربيه كنتمناو هذا البوليزاريو، ونتهناو من هذا المشكل اللي طول ومشكل خاوي من الاساس. غير كانت مؤامرات من جيران ومن كذا. وانت شنو رايك في هذه الاستفزازات تاع بوليزاريو للمغرب؟ واش ايش؟ الاستفزازات اللي تستفز بوليزاريو للمغرب. ايوا هذا نوع من الطيش، لانه القانون العالمي تيحمي المغرب، وهذا انما هي فوضى، وذاك الانسان اللي ما تيبقى له امل تيبلغ تيخربق.